فازت شركة ألمنيوم البحرين ألبا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم بجائزتين مرموقتين، وهما جائزة الشركة الرائدة وجائزة أفضل متخصص في مجال علاقات المستثمرين في البحرين. وجاء فوز الشركة خلال مشاركتها في مؤتمر وحفل توزيع الجوائز السنوي لجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط. ويعد هذا الحفل أكبر حدث من نوعه، ويعنى بتكريم الشركات ومتخصصي علاقات المستثمرين ممن لهم دور بارز في تطوير هذا القطاع في المنطقة. كما يمثل الحدث منصة للشركات المحلية المدرجة في البورصة، وكذلك الشركات الدولية والمستثمرين والمحللين الماليين والمستشارين والهيئات التنظيمية لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات ومناقشة تحديات السوق.